أهلا بكم على إثر إسراف حكام الجزائر في تجاهلهم لصوت العقل والحكمة وتشبثهم بمواقفهم المتحجرة تجاه المغرب الذين يرون فيه بنوع من الكبرياء والشعور المفرط بالعظمة الزائفة مصدرا لكل الشرور التي تطاردهم. بات واضحا للجميع أن حرائق الغابات التي حلت بالجزائر كما هو الشأن بالنسبة لعدد من بلدان العالم ليست هي نيران الغضب الشعبي المتزايد بسبب تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحدها فقط الأحوج إلى المحاصرة والإخماد، بل الأخطر منها تلك النيران من الحقد والبغض والكراهية الملتهبة في صدور جنرالات العسكر ضد النظام المغربي. وإلا ما سر إصرارهم على الرفض القاطع لكل محاولات التقارب التي يقوم بها المغرب من منطلق مبدأ الأخوة وحسن الجوار منذ 2008، لا سيما في مثل هذه المحنة التي تستلزم مساعدات إنسانية من كافة بلدان العالم بدون استثناء حفاظا على العلاقات الإنسانية بين الشعوب؟ فهل هو خوف من انكشاف حقيقة الخرافة، خرافة العدو الخارجي التي يحاولون بواسطتها إخماد الغليان الداخلي والكشف عن ضعفهم في إيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تتخبط فيها البلاد والعباد منذ عقود؟ إن مشكلة الجزائر مع المغرب أعمق من مذكرة سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال إلى قمة عدم الانحياز حول تقرير مصير منطقة القبائل، والتي جعل منها الرئيس تبون شماعة للاستمرار في الهروب إلى الأمام وتجاهل كل المبادرات المغربية، لأنه حاشية القائد الفعلي للبلاد الجنرال شنقريحة فضلا عن رعبهم من تواصل الحراك الجماهيري ومحاسبتهم على نهب أموال الشعب وإنفاق جزء كبير منها وتبديدها في دعم ميليشيات البوليزاريو الانفصالية، لا سيما بعد توالي الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب وانتزاع اعتراف أكبر لدولة عظمى في العالم بمغربية الصحراء هي الولايات المتحدة الأمريكية. فإنهم لن يجدوا من عدو خارجي أفضل من المغرب لاتهامه بكل ما يحدث من أزمات ومآس وانتفاضات شعبية ضد عسكرة الدولة التي عمدت على إشعال النيران. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.